سيرفر كلايمت تشينج ولا سكيورتي ديجيتال ديفايس الامرجنسي ولا الجندر ايشو دي واحده من الحاجات المركزه عليها اليو ان دي بنلقاها في الواجهه. بعد كده بنلقى لينك للتفاصيل بتاعت المانديت بتاع الاي بي وبنلقى السكيورتي جنرال كورنر بتكون فيه الكلمات بتاعته في المحافل المختلفه. الاي بي يو فيه 999 ممبر ستيت عضويه اسمها ممبر ستيت هنشوف نوع العضويات والفهم بتاعها و 547 سيكتور ممبر انتوا لا في الاولى ولا في الثانيه في الثالثه اللي هي الاسوشيت وفي الاسوشيت الرقم اكبر من كده. الدوله ال 193 اللي هي جنوب السودان يعني هي لحد بدايه 2011 بتكون من ثلاث قطاعات 3 سيكتور. الثلاث قطاعات اللي هي الريدي كوميونيكيشن الستاندرداليشن والديفلوبمنت بيقولوها كده ITU R ITU T وطبعا لانه اللغه الاوفيشال في هنا اللي هي اللغه الفرنسيه لكن ده برضه بنلاقي في قطاعات بالفرنسي الاي تي ار بالفرنسي بيسموها البي ار او الراديو بيرو او البيرو دي راديو بشكل ما اعرف بالفرنسيه والاي تي يو تي اللي هي البي دي تي والبي دي تي ثلاثه قطاع. واضح من الاسماء طبعا انه قطاع الراديو الراديو كوميونيكيشن بيرو او الاي تي يو ار هو المهتم هو القطاع المهتم بكل الويرنس كوميونيكيشن بيهتم بالويرنس كوميونيكيشن من ناحيه بتاعت تنظيم سبيكترم تنظيم الترددات بين الدول باعتبار ان اي دوله اي ممبر ستيت عنده الناشونال بلان لتنظيم الترددات جوه الدوله لكن تبقى المشكله انه في الحدود في البوردرز منو حيقدر ينظم بين الدول اللي هو الاي تي يو بنظم الفريكونسيز وبنظم الويرنس سيرفيسز باعتبار انه ياتو فريكونسي باند هو افضل لياتو ويرلس ابلكيشن يعني عارفين مثلا انه الدي اس ام مثلا 900 او 1800 ليه 900؟ ليه ما 800 او ليه ما 700؟ دي خدتها الاي تي يو بعد دراسات طويله بيعملها بيلقى انه افضل باند اللي هي 900 عشان حاجه معينه وليه الاب بيكون في 925 والداون في 895 دي برضه بدراسات كثيره بعد ذلك بيقدر يحدد الفريكونسي باد للوايرلس سيرفيسز ودي الحته اللي بيشتغل فيها الاي تي يو الاي تي يو ار وكل القطاعات بتعمل اجتماعات دوريه. الاجتماع بتاع الاي تي يو ار اللي هو اسمه دبليو ار سي الورد ريدي كوميونيكيشن كونفرنس وبينظم من ثلاثة لأربع سنوات، آخر واحد كان في يناير 2012، مع الجاي بتوقع إنه يكون في 2015. الاجتماع طويل شوية، مدته أكثر من ثلاثة أسابيع أو أقل من شهر بشوية. الاجتماع ده بنتحدث كل الباند من زيرو لحد آخر واحدة اللي هو كم؟ 70 جيجا هيرتز. بالتفاصيل كل واحد المفروض يشتغل يستهدف المفروض الباور فيو الراديشن باور تكون قد كيف المفروض الشانل سايزنج تكون قد كيف تفاصيل التفاصيل وبيطلع بيها التاب كله اربع او ثلاثة اثنين اللي هو الراديو ريجوليشن او الريد بوك. الريد بوك بينظم كل الراديو كوميونيكيشن في العالم للاربع سنين الجايه هو كتاب كبير شويه ومن اربع مجلدات ومفروض اي ممبر ستيت يكون عنده الراديو ريجوليشن لو حصل اي ديسبيوت بينه وبين اي دوله ثانيه عندها معانا حدود نقدر نحل المشكله بالرجوع للراديو ريجوليشن ما كده بس بتنظم برضه ديسبيوت اللي بتكون بين التليكوم اوبريتورز جوا الممبر ستيت او الكاسل. بعدين لانه اربع سنين مده طويله وعارفين انه التكنولوجيا بتتغير بسرعه اكبر من الاربع سنين دي وهي ماشيه لوغاريتميك يعني كل ما امشي قدام كل ما التغيير بيكون اسرع. اتعمل الراديو كوميونيكيشن اسمبلي
وفي الراديو بنتين أفايدر جروب. دي مجموعة أو كوميتير هو موجود على طول وموظفين من الآي سي يو، لكن في مشاركة من كل الثمانية أوفيسز البرنامج بيت بتاعت العالم. ده بيشوف التكنولوجيز الجديدة وما هتستنى الأربع سنين الجاية. يعني لو حصل لو جاء ديفولمنت الليلة في الراديو اكتشفوا حاجة جديدة اختراع جديد، كيف هنقدر نعمل له ريجوليشن؟ ما هنستنى كده الأربع سنين الجاية. الراديو الثمانية هم اللي المسؤولين من الحياة اللي تجي قبل الأربع سنين. بعثات في الاستادي جروب المفروض تكون المواضيع مقسمة على مجموعة من الاستادي جروب، وده الجزء المهم بالنسبة لنا احنا كممبر ستيت ومهم بالنسبة لكم كأبرشيت، بعتبر دينا الجروب اللي بيحصل فيها التكنيكال ايفورت. طيب في الاي تي يو ار في مجموعة من الجروب اللي هي كم دي؟ سبعة تقريبا، سبعة جروب تكنيكال اللي هي بادئ من الستادي جروب 1 دي تسمى بالسبكترم مانجمنت، واللي هي دي المين فانكشن بتاعت الاي تي يو ار، ان كيف ينظم السبكترم بين الاوبريتورز بين التيرمينالز وبين الميمبر ستيت. في الراديو ويف بروباجيشن واللي هي تهتم بانه يا سيرفيس يا تو سبكترم هو فيت يا سيرفيس الفضلات سيرفيس اللي هي الصارف الأقمار الصناعية، التريستيريال الأرضية ممكن تكون العكس، البودكاستنج سيرفيسز باعتبار واحدة من الستادي جروب القديمة والمهمة جدا، كانت مثلا في ستادي جروب 2 انتهت من شغلها واتكنسلت من السريع. ستادي جروب 6 عنده تقريبا الاتحاد الدولي للطيارات لما بدأ كان واحدة من الايشوز الكبيرة انه كيف ننظم البث اللي هي كانت مدى إذاعية وتلفزيونية باعتبار هي تمشي مسافات بعيدة وممكن تتخطى الحدود بتاعت الدول. واحدة من الايشوز الكبيرة كانت الاتحاد كيف يقدر ينظم البودكاست. اتعملت في جروب 7 في اخر اجتماع الـ WRC وهذه مهتمة بالـ Science Data عشان تقدر تواكب البروتوكول والتكنولوجيا البيتيجي الجديدة. اتعملت الـ Study Group دي فيها مجموعة كبيرة من المواضيع نعتقد ان هي لسه under develop، ما وصلت الماركت، وفيها فرص كبيره ان الناس تقدر تساهم فيها عشان ما نكون نحن بس متلقين التكنولوجيا بس نساهم في التكنولوجيا. دي واحده من الحاجات الجديده ممكن الناس تقدر تشارك فيها. وفي موضوع دائما بذكره بحبه جدا اللي هو الموضوع بتاع كوجنيتيف راديو سوفت وير فايند راديو اند كوجنيتيف راديو. المجموعه دي هي مهتمه بالموضوع ده. بعد ذلك في كل سيكتور في اللي هي الفوكابلري عشان نقدر لأنه كل الشخص يفهم اللغة بتاعتكم. الاتحاد الخاص هو انجليزي وفرنسي دي اللغات المين، لكن بعد ذلك في أربع لغات ثانية هي لغات تستخدم في الاي تي يو، العربي واحد من اللغات دي. عشان نقدر نترجم الحاجة التكنيكال دي محتاجين لفوكابلري جروب تترجم المصحفات الجديدة وتراجع النسخ اللي بتطلع باللغة المعولية. يعني ممكن اسلم الاتحاد دوكيمنت باللغه العربيه، لكن لازم يكون في مجموعه تترجمه وتضمن ان الترجمه هي ترجمه تكنيكال يعني متوافقه مع 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 المفاهيم التقنيه. بعد ذلك في السي بي ان اللي هو الكونفرنس ريفرنتور ميتنج، دي مجموعه برضه مهمه جدا وبتجتمع مرتين في الدوره اللي هي كل سنتين. دي مهمتها تدريج تحديد الدوكيمنت اللي بتتناقش في دبليو ار تي، باعتبار دبليو ار تي الثلاثه خارجيه ما كفايه عشان تكون زحمه جدا، لازم مجموعه تجهز الدوكيومنت عشان تراجع وتخوض حلول، لانه ممكن في مسائل بعد ذلك في السي بي ان بيخوض حلول ممكن حل اول ثاني ثالث بتبدا اعطينا اهداف بشكل بسيط انه 50% من العالم عاوزين الحل الاول 30% ده الحل الثاني لانه ما حيكون في دوره. عشان كده السي بي ان بيشتغل من فتره اطول من فتره قبل باخر عشان تجهز الحلول. بعد ذلك نجتمع بس نشوف احنا عاوزين رقم واحد او رقم اثنين. عشان كده قاعد اقول لهم ال WRC هو ما مهم بالنسبه لنا، مهم بالنسبه لنا السي بي ام، لانه الناس ما حيشوفوا الحل تفاصيله بقدر ما حيقول واحد او اثنين. احنا في منا واحد او اثنين بقدر ما يهمنا ان واحد جواه شنو واثنين ده جواه شنو. في سبيشال كوميتي وفي الجوينت بتاع الكوميتي باعتبار انه في حاجات في الراديو هي ستاندرد
يعني في الدي اس ام ستاندرد، في الال تي او ستاندرد. الستاندرد جاي من منظمات ثانيه هيكون لها علاقه اكثر بالاي بي يو تي اللي هو بتاع التقييم، لكن هي ويب سيرفيس. يعني في جوينت جروب وفي جوينت تاب بين الاي بي يو ار والسيكتر، السيكتر الثاني او المنظمات الثانيه. في الكمبيوتر بتاعي كنت بجهز سامبل من الحاجات اللي اتناقشت في ال دبليو ار سي، نحاول نفتحها لو نعرف. طيب في اي توبيك جروب في اي توبيك جروب بيكون في طبعا العنوان بتاعه، وبعد ذلك بيكون في مسائل مفروض تحل بيحلوها في working party WP اللي هي spectrum engineering مثلا، spectrum measures و spectrum monitoring.